مرحبا بكم في قناتي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي فنزلوا لتحت وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبة للناس اللي التحقوا القناة ديالي مرحبا بكم، فتعليقاتكم كيفرحوني بزاف. فاليوم جيتكم بواحد السلطة تركية اللي سهلة ورائعة بزاف. فبالنسبة للناس اللي كيديروا الرجيم وما كيبغوش ياكلوا شي حاجة ثقيلة، فهاد السلطة كتجي خفيفة بزاف. فهاد السلطة كنوجدوها بلسان الطير فسهلة ورائعة بزاف. فخليكم على فيديو بتمشيو فين ندوزوا طريقة التحضير والمقادير. فاول حاجة كناخدو طنجرة فحال هكايا، كنضيفو ليها نص كاس ديال زيت المائدة وغنشعلو عليها البوطة حتى تسخن. بعد ما كتسخن لينا الزيت ديالنا كنضيفو لسان الطير تقريبا واحد جوج كيسان ديال العنبة. فكنبقاو نحركوها حتى كتحمر لينا، كنبقاو نداومو في التحريك كما كتشوفو. راه الزيت سخنات لينا فخاصنا نداومو في التحريك، ما نحبسوش باش ما تحرقش لينا، تنحصلو على اللون اللي بغينا. كما كتشوفو راه بدات كتحمر. اللون يجي قهوي او البني فاتح، ما يجيش داك البني المغلوق بزاف. غنحركو مزيان حتى دابا راه بدا كيتحمر كما كتشوفو. فكما كتشوفوا راه تحمر لينا. فدابا غنضيف شويه واحد تقريبا نص كاس، هذا بغيتو يبقى ليا ابيض صافي باش يجي لون مغلوق واللون فاتح. فدابا غنحرك عليه غير شويه وغنتبع دابا من بعد ما تقلى ليا البيض. صافي غنضيف دابا معلقه ديال الملح، غنحرك نساج ماء الملح معاهم. دابا غنضيف الماء سخون بحال هكا كما كتشوفوا، واحد القدر تقريبا واحد 3 د الكيسان حتى 4 ديال الماء. فدابا غنقص على العافيه، خاصها تكون مهيله باش يطيب غير بشويه. ملي غيطيب ونشف لينا الماء وغنطفيو عليه وغنخليوه باش يبرد. فكما كتشوفوا راه بدات كتنشف لينا، يعني ملي كطيب هكا كتجي كما كتشوف كتنفخ، الحجم ديالها كيتزاد. فغنخليها تنشف تماما من الماء وغادي نطفي عليها ونخليها تبرد. فكما كتشوفوا غنشفات لينا من الماء وراه طابت لينا كتجي فحال هكايا. فدابا غنطفي عليها وغنخليها تبرد، نديرها فشي بلاصه اللي تكون مهويه باش تبرد ليا وغنرجع لكم. الشعيه ديالنا كما كتشوفوا كتجي فحال هكايا، فراه بردات كتجي فحال هكايا باش تعرفوها بلي راه طابت. راه كتنفخ وما كتلصق ليناش، كتجي حبه حبه. فانا ديجا قطعت وجدت كلشي عندي، هنايا الربيع المعدنوس وعندي الذرة وعندي مطيشه مقطعه بالقشور ديالها خديت منها الزريعه، وعندي البسباس وعندي المخلل ديال الخيار، وعندي البصله مشلضه حتى هي مربعات صغار. فاذا كانت عندكم البصله الخضراء احسن. فانا ديجا قطعتهم باش ما يجيش لا فيديو طويل، فخليكم على فيديو نكمل طريقه التحضير ديال السلطه. دابا غنبقى نضيف الشعريه
فهاد السلطه زوينه وصحيه بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم ما كيبغيوش يتقلوا، فالعشاء مزيانه وصحيه وزوينه يعني وسهله وما كتاخذناش بزاف ديال الوقت. فغير جربوها غادي تعجبكم بزاف. فهاد السلطه معروفه عند الاتراك بزاف كيديروها. السلطه ديالنا واجده، فدابا باش نزينها غنزينها بواحد القشور ديال الطوماطم. فغنشد الطوماطم غنبقى ندور بحال هكايا نقيها على شكل دائري. كتجي بحال هكا كما كتشوفوا، فكتجي رائعه ويعني غير المنظر ديالها راه غيوريكم. فمكونات اللي سهله ومتواجده في كل بيت. فكنتمنى لا فيديو ديالو ما ينال اعجابكم ووصفتنا لاعجابكم. فما تنساوش خلي لايك وكومونتيرات. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو فما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا الوصفه مع احبابكم وصحابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.